سعيد اليوم وقدم الرساله لمشروع قصر الرياض اللي شاركنا
أشكر كل هذا يعني مو موسيقيين مبادرات من المجموعة، كانوا مجموعة ملائكة من القسمين الأول والثاني. ونقدم مجموعة من الأشياء. هذا المشروع صار من سنة أنا والأستاذ رسول بنا دنس عالي المفكر وشريكنا أيضا الأستاذ زكريا الشيخ. وأشكر الفرقة جميعا بالتعاون والقسم الأول، وأشكر صديقي الأستاذ مايكل زياد إيمان على الجهود الكبيرة معي. مشاعر كثيرة اليوم لأن شاركني هذا الحب مو خاص بي يعني فقط، ولكن هو خاص بصديقي وزميل دراستي اللي شاركني الفيلم قبل 20 سنة وافترقنا 15 سنة. بعد بس ما بدنا نعمل هذا الشيء. شكرا لكم، اتمنى لكم سعيدة، واتمنى انه شكرا لمملكة البحرين اللي اتاحت لنا هاي الفرصة الكريمة. شكرا على جمعية الفرق الموسيقية على دعمها لهذا المشروع ولهيئة الثقافة. شكرا لكم، اتمنى لكم سعيدة. شكرا لكم.